وفي عناوين برنامج من لندن اليوم: اعتقال شخصين في مانشستر بعد اتهام بريطاني باحتجاز رهائن في تكساس بالولايات المتحدة. إنجلترا تخفض فترة عزل مصابي كورونا وتتوقع انتهاء الجائحة خلال أشهر. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين رداً على العقوبات الأمريكية. وفي الصحافة البريطانية نقرأ ونطالع: زعيم حزب العمال يواجه اتهامات بخرق قواعد الإغلاق. مخاوف من تجسس الصين على البرلمان البريطاني. قالت شرطة مدينة مانشستر البريطانية إن قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت شخصين على صلة بمنفذ هجوم الكنيسة اليهودي في ولاية تكساس الأمريكية. من جانب آخر، وصف الرئيس الأمريكي عملية احتجاز الرهائن بأنها عمل إرهابي. شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل شخصين في مدينة مانشستر على خلفية عملية احتجاز الرهائن في مدينة تكساس الأمريكية. الشرطة وفي بيان لها أكدت أن عملية الاعتقال تأتي في إطار التحقيق الجاري في عملية احتجاز الرهائن في كنيسة يهودية، والتي أسفرت عن مقتل المنفذ الذي يدعى مالك فيصل أكرم ويحمل الجنسية البريطانية. ووفقا لبيان شرطة مانشستر، فإن الشابين اللذين تم اعتقالهما هما قيد الاعتقال حاليا، ويتم التحقيق معهما بشأن صلتهما بمنفذ عملية احتجاز الرهائن. ومن المتوقع أن يصل إلى بريطانيا مندوبون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، وذلك ضمن إطار تحقيق دولي لمعرفة مع من تواصل منفذ العملية. مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد مقتل مالك أكرم دون الكشف عن تفاصيل ذلك، مشيرا إلى أن المهاجم لم يتعرض بأي أذى للرهائن. الأشخاص الأربعة الذين تم إنقاذهم ليسوا بحاجة إلى رعاية طبية، وهم الآن مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيتم لم شملهم بأسرهم سالمين. في حين وصف الرئيس الأمريكي عملية احتجاز الرهائن في كنيسة كوليفيل بتكساس بأنها عمل إرهابي. هذا عمل إرهابي، نحاول أن نعرف كل الحقائق حول دوافع محتجز الرهائن. لم تكن هناك أي متفجرات في الكنيسة على الرغم من تهديد المهاجم بتفجير قنبلة. وعلى الرغم من أن حادث الكنيسة اليهودي بدا فرديا حتى الآن وفق السلطات الأمريكية، فقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول المعابد اليهودية في ولاية نيويورك ومدن أخرى. ينضم إلينا من لندن سيد إيان بلاك، صحفي مختص بالشؤون البريطانية. سيد إيان، أهلا ومرحبا بك. في البداية، اعتقال شخصين بمدينة مانشستر لصلتهما بمنفذ عملية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي تفاصيل هذه العملية برأيك؟ الأمر ليس واضح حتى الآن. من المبكر أن نقول ونحدد الآن. يوجد شخصان تم إلقاء القبض عليهما نتيجة لاتصالهم بمنفذ العملية في تكساس. والإف بي آي على وشك أن تأتي إلى مانشستر، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن البريطانية، وسنرى حينها، ولكن ما زال الوقت مبكر حتى نحدد تفاصيل العملية. ومن الواضح أن البريطانيين سيتعاونوا مع الأمريكيين في هذا التحقيق، وبريطانيا أيضا مهتمة بمعرفة كل التفاصيل نتيجة لجنسية منفذ الهجمة.
طيب سيد أيان، مسألة أن يتم اعتقال أفراد لهم صلة بالعمل الإرهابي في الولايات المتحدة كما هو معلن حتى الآن، ألا يستدعي إجراءات جديدة من الحكومة البريطانية؟ وعلى ماذا يدل برأيك؟ Well, it's clearly that the FBI wants to من الواضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يود أن يتعاون مع الجهات الأمنية البريطانية حتى يتمكنوا من الوصول إلى حقيقة هذا الأمر. والوصول لفهم حقيقي لهذا الأمر الفظيع، ولكن للأسف الذي حدث من قبل. ولكن النقطة الأساسية من وجهة نظري المشكلة أيضا أن أخو مرتكب هذه الجريمة لديه مشكلة عقلية ولديه مشاكل صحية، فهذا أيضا يطرح تساؤلات. وأسرة مرتكب هذه الجريمة تواصلت مع السلطات بسرعة لإفادتهم بهذه المعلومة. ومدير أمن ولاية مانشستر أدان هذه الحادثة التي حدثت في الولايات المتحدة ووعد بتقديم كل المساعدات الممكنة في حل القضية. طيب سيد أيان، ألا يدل بالنسبة لك هذه العملية، ألا تدل على أنها عمل إرهابي من وجهة نظرك؟ Yes, of course. No question. بالطبع، بالطبع. لا يوجد شك في هذا الأمر. إنه يستهدف اليهود، وهذا واضح أنه معاداة للسامية. فهم يركزوا على القضايا المثيرة للانقسام والخلاف. بالطبع، هذا عمل إرهابي. لا يوجد أي أدنى شك في هذا الأمر. نعم، بالطبع هو عمل إرهابي، لا يوجد أدنى شك في هذا. طيب، وجود هؤلاء الأفراد في بريطانيا وهم على صلة بمنفذ الهجوم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هل أصبحت بريطانيا الآن ربما الملاذ الآمن لهؤلاء من وجهة نظر البعض كما علقت بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام سيد أيان؟ لا أعتقد هذا. الحوادث الإرهابية زاد عددها في بريطانيا، هذا حقيقي. Terrorist attacks have been carried out in recent times by white people. وأيضا هناك حوادث إرهابية قام بها أشخاص متشددين بيض. والفكرة الأساسية في هذه القصة كما قلت سابقا هي إدانة العمل الإرهابي أيا ما كان مكانه. kind of action.
والمملكة المتحدة أعتقد أنها تقوم بكل ما في وسعها لمحاربة هذه الجرائم، ولكن من الواضح أن هذه جريمة كراهية، لا يوجد أدنى شك في هذا. So we, though some may seek to exploit such incidents, the divisive. وهذه الأحداث أحداث تهدف إلى تقسيم المجتمع، أحداث وحوادث يقوم بها شخص مسلم ضد أشخاص من ديانات أخرى، يستهدف بذلك زرع الشقاق والفتنة في المجتمع. ولكن لا يوجد أدنى شك أن الجالية المسلمة في بريطانيا ضد كل هذا النوع من العمليات الإرهابية. طيب سيد إيان، برأيك لماذا تصاعد التطرف في بريطانيا خلال العامين الماضيين إذا تحدثنا فقط عما يحدث في الداخل البريطاني؟ I think that Muslims are not automatically associated with acts of terrorism anymore. أنا لا أعتقد أننا يجب أن نصف هذه الجرائم على الفور أنها عمليات إرهابية. فمنذ 11 من سبتمبر في 2001 كان أغلب العمليات الإرهابية يقوم بها أشخاص غير بيض، وفي الغالب يحصلوا على الجنسية مؤخرا، ولكن بعد عقود تغير هذا الشكل وظهر الإرهاب الأبيض أيضا، ورأينا أشخاص بيض من أصول بريطانية يقوموا أيضا بعمليات إرهابية، لذا وتيرة الإرهاب تغيرت مؤخرا. وفي الماضي كان أغلب العمليات الإرهابية منفذوها يكونوا مسلمين، ولكن الأمر تغير الآن. فالجريمة التي حدثت في 2017 في مانشستر توضح قصة أخرى. وحتى الآن ما حدث حينها ليس واضح. ولا يوجد أي شك بشأن القضايا والدوافع التي أدت إلى هذه الجريمة التي حدثت على الأراضي البريطانية. سيد إيان بلاك الصحفي المختص بالشؤون البريطانية، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. خفضت إنجلترا فترة عزل المصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام بدلا من 7، وقال وزير الصحة البريطاني إن بريطانيا في موقف يؤهلها لرفع المزيد من القيود وإعلان انتهاء الجائحة خلال الأشهر المقبلة. بدأت إنجلترا تقليص مدة الحجر لمصابي فيروس كورونا من 7 أيام إلى 5 فقط في حال حصل المريض على نتيجة سلبية خلال اليوم 5 والـ6، وجاء هذا الإجراء على ضوء بيانات رسمية تشير إلى أن 1/3 الأشخاص المصابين لم يعودوا معديين بحلول نهاية اليوم 5 من إصابتهم بالفيروس. من شأن هذا التعديل الحكومي أن يساعد في تخفيف الضغوط على المدارس وخدمات الرعاية الصحية التي تعاني من نقص الموظفين لأسباب مختلفة. وزير صحة ساجد جاوت قال إن البلاد تسير نحو نهاية الجائحة خلال أشهر قليلة، وهذا العام سيكون سنة التعايش مع الفيروس كما يتعامل العالم مع الإنفلونزا. أما وزير التعليم ناظم زهاوي فيظهر ثقة عالية في أن بريطانيا ستكون الدولة الغربية الأولى التي تحسم المعركة مع الوباء.
إذن بريطانيا تقترب من طي صفحة جائحة كورونا وتحقيق مناعة القطيع. وبحسب وزير الرياضة والثقافة والإعلام أوليفر دودين، فإن الحكومة تخطط لإلغاء قيود الخطة باء لمكافحة تفشي كورونا بالكامل قبل نهاية شهر يناير الجاري، منوها إلى أن المؤشرات مشجعة وتزيد من احتمالات اتخاذ الحكومة لهذا القرار قريباً. وتخطط الحكومة أيضاً لإلغاء اختبارات الكشف الإلزامي عن كورونا بالنسبة للعائدين من السفر إن حصلوا على جرعتين من اللقاح، وبالتالي بات بمقدور الأشخاص المطعمين السفر خلال عطلة نهاية نصف العام الدراسي دون القلق من كلفة وعدد اختبارات الفيروس. وتأتي الخطط الجديدة وسط تراجع أعداد الإصابات بكورونا، حيث سجلت بريطانيا نحو 71 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية في أقل حصيلة يومية للوباء خلال الشهر الجاري. من لندن ينضم إلينا دكتور بشار فرحات، أخصائي صحة عامة. دكتور بشار، أهلا ومرحبا بك على شاشة الغدوة في برنامج من لندن. يعني إنجلترا بدأت بالفعل تقليص مدة العزل لمصابي فيروس كورونا من 7 أيام إلى 5 فقط. بداية، ما هي خلفيات هذا الإجراء؟ نعم، في الحقيقة هذا الإجراء يستند إلى عدة عوامل، أهمها أن بالرغم من انتشار الكثيف لسلالة المتحور أوميكرون خلال الشهرين الماضيين، كانت المنشآت الصحية قادرة على التعامل بكفاءة تامة دون أن تصاب بشلل أو عجز بسبب الحالات الشديدة أو الحالات التي تحتاج الدخول للمشفى. إذا رهان الحكومة بشكل أساسي على تكثيف حملة اللقاح يبدو أنها أعطت ثمارها وأدت إلى أنه ورغم الانتشار الشديد لسلالة أوميكرون في الفترة الماضية لم تنهك الخدمات الصحية الوطنية. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، طبعا يبدو أن هناك تفاؤل وسط الأوساط الطبية العلمية بشكل عام وفي بريطانيا بشكل خاص من أن المتحول أوميكرون يبدو أنه بداية القضاء على فيروس كورونا أو تحوله إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية. إذن هو معدي بشدة ولكنه غير خطير، لا يؤدي إلى أعداد كبيرة من الوفيات ولا يؤدي إلى أعداد كبيرة من قبولات الكشاف. طيب، ألا يبدو لك أن هذا الإجراء يعني ليس على أساس علمي، وخاصة أن الحكومة هي التي أقرت ورغبت به لتخفيف الضغوط على الرعاية الصحية والمدارس وأطقم الرعاية الصحية؟ نعم، في الواقع هو لا نستطيع الجزم بنسبة 100% بصحة هذه الإجراءات أو عدم صحتها، لأنه لا تزال للأسف الأرقام والدراسات المتوافرة لدينا غير كافية. ولكن يبدو أن رهان السلطات البريطانية على هذه الإجراءات، على عدم العودة إلى إجراءات الإغلاق التام وشل الحركة الاقتصادية، يبدو أنها حتى الآن تثبت صحتها وتثبت أن هذه المقامرة أو المغامرة نجحت. الدراسات جميعها حتى الآن والأعداد التي نراها، التقارير اليومية تشير إلى أن خطورة المتحور الجديد بشكل خاص وخطورة فيروس كورونا بشكل عام انخفضت إلى حد كبير جدا، قد يبرر للحكومة الإجراءات التي تقوم بها. طيب دكتور، لماذا لا يتم تعميم مدة العزل على جميع الدول؟ يعني لماذا هناك تفاوت ما بين دولة وأخرى؟ نعم، في الواقع مدة العزل التي كانت محددة بأسبوعين ثم انخفضت إلى 10 أيام كانت في الحقيقة مبنية على الأرقام والإحصاءات التي كانت مرتبطة ببداية انتشار فيروس كورونا الأساسي بشكله الخطير والذي يؤدي إلى شكل معين من العدوى والإصابات والأعراض. ولكن بناء على ما قامت به الحكومة البريطانية من أبحاث، بناء على الدراسات المؤخرة، قررت الحكومة البريطانية أن كما ذكر في التقرير أن ثلثي المصابين بفيروس كورونا يصبحون غير معديين بعد
اليوم الخامس فقرر اتخاذ هذا الإجراء. إذا هو في الحقيقة يعتمد على حجم البيانات، كمية الدراسات الموجودة لدى كل دولة، وأيضا يعتمد على مدى تحفظ الدول والحكومات بشكل عام في التعاطي مع فيروس كورونا. إذا الحكومة البريطانية هنا تتعاطى بنوع من التراخي حاليا بسبب رغبتها الشديدة بإيجاد حالة توازن بين إجراءات الإغلاق والتقييد والحركة الاقتصادية. في دول أخرى قد يكون لا يزال هناك تحفظ أكبر ورغبة أكبر بتقييد الحركة الاجتماعية، وذلك بزيادة مدة العزل مقابل ما نتائج ذلك على الصعيد الاقتصادي. طيب دكتور بشار، هل يمكن التعويل على الجرعة المعززة وعلى العلاجات التي أعلن عنها مؤخرا برأيك؟ يعني في الواقع حتى الآن نعم يبدو أن، ولكن إذا هناك نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى هي أنه بناء على جميع الإحصاءات والأرقام المتداولة حاليا، خطورة فيروس كورونا بمتحوره الجديد انخفضت بنسبة جيدة جدا. النقطة، ولكن لا نعلم هل هذا بسبب الجرعة المعززة واللقاحات أم أنه بسبب تغير صفات الفيروس في حد ذاته بسبب المتحور الجديد. ولكن كما قلت سابقا، كل الدراسات حتى الآن تؤكد أن كلما زادت نسبة الناس الذين أخذوا الجرعة المعززة أو جرعتين اللقاح سابقا، خطر إصابتهم بالفيروس ينخفض بشكل كبير، وخطر دخولهم إلى المشفى إذا أصيبوا بالفيروس ينخفض أيضا. إذا بالتأكيد الجرعة المعززة واللقاحات بشكل عام أثبتت فعاليتها حتى الآن في الحد من خطورة انتشار فيروس كورونا، وما يجري في بريطانيا في الحقيقة أكبر مثال على ذلك. دكتور بشار فرحات، أخصائي صحة عامة، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. وفي ألمانيا قالت الاستخبارات الداخلية إنها رصدت أوساطا جديدة معادية للدولة بين المعارضين لسياسة مكافحة جائحة كورونا. في ألمانيا ديناميكية الاحتجاجات ضد سياسة كورونا أخذة في التغيير، حيث كانت تتمثل في الماضي في مظاهرات كبيرة على نحو ملحوظ، أما الآن فإن الاحتجاجات أصبحت أقل مركزية لكن بمشاركة عدد أكبر من الناس حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. التغيير هذا ليس عشوائيا، فالمبتغى بحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية أن غرض فئة من المحتجين ليس الاحتجاج عن إجراءات كورونا، فالجائحة بالنسبة لهم مجرد استغلال، بل غايتهم إيصال انطباع بأن الدولة فاشلة ولا تفعل شيء من أجل المواطنين. الاستخبارات الألمانية قالت أنها رصدت نفس الأفراد يحاولون كل مرة تصوير الشرطة على أنها عدو، ويتم توجيه عبارات معادية ضدهم بشكل متزايد، ليس فقط خلال الاحتجاجات بل أيضا في الفضاء الافتراضي، وتشويه سمعتهم بوصفهم مرتزقة وقتلة النظام. مخاوف الحكومة الألمانية بعد هذا المستجد تتجسد في أن يبحث متطرفو الفئة الجديدة عن موضوع جديد بعد انتهاء الجائحة لاستغلاله لصالح أغراضهم، كأزمة اللاجئين أو تدابير الحكومة الألمانية لحماية المناخ والترويج له بأنه غير قانوني ويقابل بالرفض. أعلنت السلطات الصينية وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى منذ مارس من عام 2020، وتكافح السلطات الصينية الانتشار السريع لمتحور أوميكرون قبل أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. قبل 3 أسابيع فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، تسجل الصين أعلى مستوى للإصابات بفيروس كورونا والمتحور أوميكرون، حيث بلغت عدد الإصابات أعلى نسبة لها منذ انطلاق الجائحة. ورصدت السلطات الصينية أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا، من بينها 80 في مدينة تيانغين الساحلية و9 أخرى بعضها حالات أوميكرون في كانتون جنوبا. وفي مقاطعة خينان وسط البلاد سجل 68 إصابة أخرى، حيث فرضت السلطات تدابير عزل جزئي وحملة فحوصات واسعة تشمل ملايين الأشخاص في المنطقة،
وطلبت مدينة جوهاي من السكان تجنب مغادرة المدينة بعدما رصدت عددا من الإصابات بأوميكرون وباشرت بفحص كل القاطنين، كما أغلقت المدارس أبوابها. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة للسلطات الصينية متزامنة مع توافد اللاعبين الرياضيين وممثلي الدول بالوصول للعاصمة الصينية استعدادا للأولمبياد الشتوي. واعتمدت السلطات الصينية نظام الفقاعة للحد من الإصابات. ومن المقرر دخول الوافدين من المشاركين في الألعاب مباشرة إلى الفقاعة التي تخضع لمراقبة مشددة وتفصلهم بشكل تام عن السكان. وباتت بكين تشترط فحصا سلبيا النتيجة قبل الرحلة وفحص متابعة بعد الوصول، وتتميز إجراءات بكين بالصرامة الشديدة في مواجهة الوباء. وعلى الرغم من ذلك تواجه البلاد موجة جديدة من الإصابات على شكل بؤر عدوى في مدن مختلفة، ما أثار قلق السلطات الصينية من توسع انتشار الوباء مجددا. أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه في أنهما صاروخان باليستيان قصير المدى، ويأتي هذا بعد أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ردت كوريا الشمالية على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 5 كوريين شماليين وروس وصينيين بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقا من مطار سودان في بيونغ يانغ. وتكررت التجارب الصاروخية الكورية الشمالية في يناير، فقد اختبرت بيونغ يانغ صواريخ فرد صوتية مرتين في هذا الشهر، وأطلق صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات متجهين لمطار سونام في بيونغ يانغ في غضون أسبوعين فقط. ويعد الاختبار الأخير رابع الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية خلال يناير الجاري، وبمثابة تحدي للولايات المتحدة. وتهدف خطوة بيونغ يانغ لتحديث ترسانتها العسكرية، الأمر الذي يثير قلق واشنطن بشكل كبير وكوريا الجنوبية واليابان، وقد يدفع الأطراف الدولية للتوجه للأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بذريعة تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر في المنطقة. ورغم العقوبات الدولية الشديدة على برامج أسلحتها، رفضت بيونغ يانغ الاستجابة لنداءات الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع توقف المحادثات مع واشنطن وإصرار الأخير على التوجه لمجلس الأمن لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية. وتؤيد كل من كوريا الجنوبية واليابان مساعي واشنطن لفرض العقوبات في محاولة لردع برامج الأسلحة الباليستية لكوريا الشمالية، وأيا كانت مواقف هذه الأطراف إلى أنها على ما يبدو أن بيونغ يانغ ماضية قدما في تحديث برنامجها الصاروخي الذي تصفه بخط الدفاع الأول عن النفس ضد أي اعتداء خارجي. من لندن متواصل معكم، وبعد الفاصل نتوقف عند بعض عناوين الصحافة البريطانية، تابعونا. من لندن أهلا بكم من جديد. نفى وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي وتعرض منصب رئيس الوزراء بوريس جونسون للخطر بسبب قضايا الحفلات التي تمت في مقره خلال قيود الإغلاق العام، داعيا الجميع إلى انتظار نتائج التحقيقات قبل إدانته. تزامنا مع بدء التحقيق المستقل الذي تقوده سو غراي الموظفة الكبيرة في مقر الحكومة البريطانية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب مشاركته في حفلات وتجمعات أثناء خضوع البلاد لقواعد الإغلاق العام، طالب وزير التعليم ناظم الزهاوي بعدم إدانة جونسون دون استكمال التحقيقات. البلاد بحاجة إلى معرفة التفاصيل، وقد تعهد رئيس الوزراء بأن يخضع إلى البرلمان، وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله. لا تدينوا رجل دون التحقيق. سو غراي قادر على إجراء هذا التحقيق وتستطيع متابعة جميع الأدلة. مطالبة التوقف عن إدانة رئيس الوزراء قبل استكمال التحقيق لم تحظى بقبول المعارضة التي جددت دعوتها لجونسون بالاستقالة، خاصة بعد اعتذاره أمام البرلمان عن الحفلة التي عقدت في مقره خلال فترة الإغلاق.
أنا أعلم أن موقف الحكومة هو دعونا ننتظر تحقيق سو غراي، لكنني أعتقد أن ما حدث بات واضحا، وأعتقد أن الجمهور قد حسم أمره والحقائق تتحدث عن نفسها. رئيس الوزراء خالف القانون ولقد اعترف بذلك، كما اعتذر مكتبه للملكة عن بعض الحفلات. من المتوقع أن تعلن نتائج التحقيق مع رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري وسط كشف الصحافة لخرق جديد لقواعد الإغلاق العام قام به بوريس جونسون عندما ألقى كلمة في تجمع بمقره لتوديع مستشاره للأمن ستيف هيغام في ديسمبر عام 2020. تتزايد الضغوطات على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتي قد تؤدي إلى مغادرته 10 داونينج ستريت مستقيلا، خاصة إذا ما خلصت التحقيقات إلى إدانته في فضائح خرق قواعد الإغلاق العام. عمر بشير، الغد، لندن. وإلى الصحف البريطانية التي اهتمت بالتحقيق في قضية حفلات رئاسة الوزراء خلال الإغلاق، وأفردت الصحف مساحات لتغطية تأثير هذه القضية على رئيس الوزراء بوريس جونسون، وأيضا بامتدادها لتشمل كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض. نبدأ من صحيفة الجارديان. جونسون يهاجم البي بي سي في محاولة لإنقاذ نفسه. أما الديلي تيليغراف قدمت رسما ساخرا يصور بوريس جونسون وهو يحاول قيادة سيارة معطوبة ويطلب الدعم من مساعديه ويوجه لهم اللوم. إلى صحيفة التايمز والتي نشرت رسما ساخرا يصور بوريس جونسون محاولا الهروب من الأزمة الحالية ولكنه يمتطي حصانا ميتا. وصحيفة ديلي ميل نشرت صورة في صفحتها الأولى، صورة وتقريرا تحت عنوان يجب أن يعتذر ستارمر بشأن تناول المشروبات خلال تجمع في فترة الإغلاق. مقال آخر في صحيفة تايمز يتساءل هل ينجح ستارمر فقط بسبب معارضته لجونسون؟ ومعنا عمر البشير مراسل الغد ينضم إلينا من لندن. عمر، ما هو رد فعل حزب العمال على كل هذه الاتهامات الموجهة لكير ستارمر بخرق قواعد الإغلاق والأخرى التي وجهت لبوريس جونسون؟ شخصيا كير ستارمر رد على هذه الصورة التي نشرت في ديلي ميل اليوم وهو يحتسي النبيذ مع الطاقم العامل في وجود أيضا وجبات جاهزة. قال إن هذه الصورة التقطت خلال دعاية انتخابية في إحدى المراكز وهي خلال عمل، والدليل هو أن الوجبات الجاهزة توزع في هذه الأعمال، ونفى نفيا قاطعا أن يكون قد خرق قواعد الإغلاق العام، بالتأكيد على حسب قوله بأن البلاد كانت آنذاك تحت قيود الإغلاق العام ولكن يسمح بلقاءات العمل في الأماكن المغلقة، وهذا ما تم من خلال الدعاية الانتخابية على حد قولها. في الجانب الآخر، حزب العمال وباقي أحزاب المعارضة تطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاستقالة دون انتظار نتائج التحقيقات التي بدأت مع بوريس جونسون لمعرفة طبيعة ما حصل في حفل المشروبات الذي عقد في مقر الحكومة البريطانية في مايو عام 2020، والذي وصفها بوريس جونسون بأنها حدث عمل، قبل أن يضيف أنه حضر هذه الجلسة لمدة 25 دقيقة وثم غادر بعد اكتشاف أن هذه الأجواء قريبة لأجواء الاحتفالات. رد المعارضة من كير ستارمر أيضا تحديدا جاء بانتقاد جونسون الذي قال إنه شارك في حفلة وهو يعترف، وبالتالي هو خرق القانون الذي مرر في البرلمان وأصبح قانون، أي الإغلاق العام، فعليه أن يستقيل بدلا من البقاء في 10 داونينج ستريت. على أي حال، هناك ضغوطات متزايدة على رئيس الحكومة البريطانية، بينما الوزراء في الحكومة البريطانية يدافعون عن رئيس الوزراء ويطلبون فقط انتظار نتائج التحقيقات، وقالوا أن الحكومة جاهزة للتعاون إلى أبعد حد مع
المحققة سو غراي لاستكمال هذه التحقيقات والوصول إلى النتائج رغم اعتذار الجميع عن ما تسبب ذلك من آلام للبريطانيين الذين حرموا من لقاء أحبتهم بينما كان أعضاء الحكومة أو المقربين يعقدون اللقاءات. بالنظر إلى اهتمام الصحف البريطانية بهذا الجدل، يمكن وصف عناوين الصحف البريطانية بأنها موجة غضب، إن كانت من بوريس جونسون أو حتى من حزب يعني الحزب المحافظين. برأيك عمر، ما هو مستقبل ومصير هذا الحزب ومصير بوريس جونسون أيضا؟ الأرقام توضح أن حزب المحافظين يتراجع كليا. آخر استطلاعات الرأي التي عقدت قبل 48 ساعة توضح أن 56% من البالغين في بريطانيا يدعمون ويؤيدون استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على كل ما حصل، بناء على كل ما حصل من خروقات. والمشكلة أن الصور تأتي تباعا وتستمر هذه الحملة التي تراها الحكومة البريطانية مشوهة لشخص رئيس الوزراء وللعمل نظام العمل في مقر الحكومة. لكن الجانب الآخر هي أن هذه تأتي بناء على حقائق وليست على دعاية مضادة تهدف إلى تشويه السمعة كما يرى حزب المحافظين. يعني على سبيل المثال ما حصل في جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، كانت هناك حفلة في 10 داونينج ستريت. صحيح أن رئيس الوزراء شخصيا لم يكن في تلك الحفلة، على الأقل لم يثبت أنه كان في تلك الحفلة، لكن على الفور 10 داونينج ستريت وجه خطابا إلى الملكة، اعتذر عن إقامة هذه الحفلة في ذلك اليوم الذي كان مخصص للجنازة، وكانت أعلام بريطانيا كلها منكسة بسبب هذا الحدث الأليم بالنسبة للملكة وبالنسبة لبريطانيا ككل. إذن هناك حقائق تؤكد ما حصل. أيضا حفلة المشروبات الشهيرة التي وجهها بوريس جونسون في البرلمان بكثير من الاعتذارات على ما حصل. هناك إيميل واضح مرسل من كبير المستشارين الخاص للراغبين في المشاركة بأن يأتوا إلى 10 داونينج ستريت والاستمتاع بالطقس وأن يحضروا المشروبات معهم، بمعنى أن هناك حفلة وليس لقاء عمل أو حدث عمل كما يقول رئيس الوزراء. والصحافة تقول أن هذا الشخص ربما هو سيكون الأول الذي يطاح به في هذا الملف. المشكلة ليست في الحفلات ولكن في وقت هذه الحفلات. جميع ما سر بيتحدث عن لقاءات ليست لها علاقة بالعمل تتم بينما البلاد تحت قيود الإغلاق التي وضعتها الحكومة البريطانية ونقلتها إلى البرلمان ووافق عليها نواب الحزب مع باقي الأحزاب، بالتالي أصبحت قوانين، ومن يخترق هو من يضع هذه القوانين. فهذه هي الحالة التي أدت إلى غضب كبير لدى البريطانيين وبشكل خاص من فقدوا أحبتهم دون توديعهم، بينما كانت اللقاءات موجودة لدى وضعي هذه القوانين. نعم، عمر البشير مراسل الغد كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. الصحف البريطانية أيضا اهتمت بالعلاقات البريطانية الصينية في ظل تقارير عن أنشطة تجسس تقوم بها الصين وتستهدف سياسيين بريطانيين. صحيفة التايمز نشرت مقالا للكاتب إدوارد لوكاس تحت عنوان حقبة جديدة من التجسس ضبطتنا غافلين. أصدرت المخابرات الداخلية MI5 تحذيرا الأسبوع الماضي إلى أعضاء مجلسي العموم واللوردات من إمكانية تعرضهم للتجسس من عملاء الصين. من الجامعات إلى الأنظمة المالية إلى الطاقة النووية أصبحنا معتمدين بقوة على الصين، مما يصعب مهمة النظام السياسي في التخلي عن أسلوبها القائم على الانفتاح والتعاون. وإلى شأن آخر، ألغت شركات طيران أكثر من 2700 رحلة جوية أمريكية بسبب عاصفة شتوية داهمت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت البيانات كذلك تأجيل ما يزيد على 1500 رحلة. في الولايات المتحدة أتت الرياح بما لا تشتهي شركات الطيران، عاصفة شتوية تتسبب في إلغاء نحو 2700 رحلة جوية، فضلا عن تأجيل أكثر من 1500 رحلة أخرى. هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن العاصفة التي تستمر يومين تضرب عددا من الولايات شرق البلاد، وترتب على ذلك سقوط مزيد من الثلوج.
بشكل يعيق حركة النقل بشكل عام وحركة الطيران بوجه خاص. الهيئة أضافت أن من المتوقع تساقط أكبر كمية من الثلوج على ولايتي نورث وساوث كارولينا، مما سيؤثر بشدة على السفر. وألغت شركة أمريكان إيرلاينز وحدها أكثر من 600 رحلة جوية، فيما أظهر موقع flightair.com إلغاء ما يقرب من 95% من الرحلات من مطار شارلوت دوغلاس الدولي في نورث كارولينا، وهو مركز تابع لأمريكان إيرلاينز. وقبل أسبوع أسقطت عاصفة شتوية ثلوجا تزيد كثافتها عن 15 سنتيمترا على أجزاء من شرق الولايات المتحدة، مما اضطر المدارس ومكاتب الحكومة الاتحادية للإغلاق، كما تعطلت حركة النقل الجوي بعد يومين فقط من عاصفة ثلجية تسببت في إغلاق طريق رئيسي سريع في ولاية فيرجينيا. ينضم إلينا مراسل الغد من واشنطن سهيل الشاعر. سهيل، عاصفة شتوية تتسبب في إلغاء نحو 2700 رحلة جوية، ما هي مستجدات الإجراءات؟ نعم، الولايات الشرقية في الولايات المتحدة قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى، وذلك تحسبا لمزيد من الطقس السيء. ما جرى هو أن الثلوج بدأت بالهطول وتلا ذلك أمطار جليدية، تبع ذلك أمطار عادية، وكان ذلك في ظل درجات حرارة شديدة الانخفاض ورياح قوية أدت إلى تجمد الأمطار فور هطولها، وبالتالي أصبحت الأوضاع خطرة جدا بالنسبة لهبوط الطائرات ومغادرة الطائرات، وبالتالي تم إلغاء نحو 3000 رحلة طيران وتأجيل نحو 8000 رحلة طيران في كل المطارات الخاصة بالساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقد لقي شخصين حتفهما إثر حادث سير في ولاية نورث كارولينا، وذلك بسبب فقدانهما السيطرة على سيارتهما خلال قيادتهما في ظل هذه الظروف الجوية السيئة. ومن المتوقع أن يكون اليوم الطقس شديد البرودة، وهناك رياح قوية متوقعة خلال اليوم، وقد يزيد ذلك من التجلد المياه والثلوج الموجودة على الأرض حاليا. ماذا عن الأضرار الاقتصادية والأخرى التي لحقت بخسائر شركات الطيران سهيل؟ نعم، هذه يعني تعتبر هذه أكبر خسارة مادية شهدتها الخطوط الجوية منذ فترة طويلة، حيث أن هناك ملايين الدولارات التي خسرتها شركات الطيران، وقد تم دفع ملايين الدولارات تعويضا للركاب الذين قد تم إلغاء رحلاتهم الجوية. وبالتالي يعني يعتبر هذا الطقس يعني كارثة مادية بالنسبة لشركات الطيران الكبرى هنا في الولايات المتحدة، والتي كانت تعاني بالفعل من جراء يعني أزمة كورونا وضعف حالة السفر والتنقل في الولايات المتحدة. لم تتوقع هيئة الأرصاد هذه العاصفة الشتوية؟ هل هذه التطورات لم تكن متوقعة حتى من قبل شركات الطيران وهي تستمع لتنبيه هيئة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية سهيل؟ نعم، هذا يعني هذه العاصفة قد تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وكان الجميع ينتظرها، ولكن بالتالي هناك كان الكثير من الأشخاص يقومون بحجز رحلات الطيران في وقت مبكر للحصول على أرخص الأسعار، وبالتالي هؤلاء هم الأشخاص الذين خسروا رحلات الطيران. وأيضا هناك الرحلات الخارجية القادمة من خارج الولايات المتحدة، هذه أيضا تم إلغاؤها وتم تأجيلها، ولذلك هناك الكثير من الخسائر المادية الناجمة عن هذا الطقس. طيب، السيء جدا. ماذا عن تصريحات هيئة الأرصاد؟ هل هناك تحذيرات أخرى للأيام المقبلة والأسابيع المقبلة، ربما عاصفة شتوية مشابهة لهذه العاصفة؟
نعم، هناك يوم الخميس المقبل هناك من المحتمل أن تكون هناك عاصفة ثلجية جديدة تضرب الساحل الشرقي والعاصمة الأمريكية واشنطن من ضمنها، ومن المتوقع أن تصل كثافة الثلوج ما بين 10 إلى 15 سنتيمترا مجددا. ولكن حتى اللحظة المتوقع بالنسبة لليوم تحديدا هو الرياح القوية التي يخشى الكثيرون أن تؤدي إلى تجلد المياه والثلوج التي توجد على الأرض جراء هطول الثلوج الليلة الماضية، وقد يؤدي ذلك إلى أوضاع خطيرة جدا بالنسبة لسير السيارات وحوادث طرق، وهذا ما تحذر به هيئة الأرصاد الجوية. ولكن الجيد اليوم أنه يوم عطلة رسمية، وبالتالي ليست هناك حركة سير قوية في الطرقات حاليا. سهيل الشاعر مراسل الغد كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قضت محكمة روسية بفرض غرامة على شركة جوجل الأمريكية بقيمة 4 ملايين روبل روسي، وهو ما يعادل 50,000 دولار أمريكي، بسبب إتاحتها الوصول إلى محتوى محظور في روسيا. وهذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة غرامات على عملاق التكنولوجيا الأمريكي. وزادت روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الكبيرة، إذ فرضت غرامات ضخمة على موقع جوجل وفيسبوك. تسعى روسيا لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا، ويعتبر المشروع ويعتبر ذا أهمية استراتيجية للبلدين بسبب التوترات المتصاعدة مع أوروبا والولايات المتحدة. توسيع مشروع قوة سيبيريا بين روسيا والصين يمثل أهمية استراتيجية وحيوية لكلا البلدين بسبب التوترات المتصاعدة مع أوروبا وأمريكا. فموسكو سعت حتى قبل نشوب أزمة الطاقة مع الدول الأوروبية إلى البحث عن بدائل لبيع غازها، كما تسعى بكين أيضا إلى إيجاد مصادر موثوقة وحليفة ومستقرة لتزويدها باحتياجاتها المتنامية للغاز الطبيعي المسال. المشروع وقع بين عملاق الغاز الروسي غازبروم وبين مؤسسة البترول الوطنية الصينية، ودشن العام 2019، ويمتد خط أنابيب قوة سيبيريا بطول 3,000 كيلومتر في روسيا و 5,000 كيلومتر في الأراضي الصينية، حيث سيزودها بحوالي 10 مليارات إلى 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وبلغت تكلفة إنشاء الخط مع الآبار حوالي 48 مليار دولار. الصين باتت اليوم أكبر مستهلك للغاز في العالم، مع استهلاكها لأكثر من 331 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، تستورد منه قرابة 43% من الخارج. ولذلك فإن المشروع يتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، إذ سيمنح روسيا القدرة على تنويع أسواق الغاز وتقليل الاعتماد على السوق الأوروبي. كما أن الخط سينقل الغاز إلى الصين مباشرة دون الحاجة إلى عبور أي دولة أخرى. أما بالنسبة إلى الصين التي تخطط إلى التخلص من الفحم، فهو يمثل بديلا هاما عن الغاز الأسترالي وأيضا القادم عن طريق البحر. الطموحات الروسية لم تتوقف عند إنشاء خط قوة سيبيريا، فقد أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لإنشاء خط سيبيريا 2، الذي يهدف لنقل الغاز من شبه جزيرة يامال في سيبيريا، الذي سينقل قرابة 50 مليار متر مكعب إضافي من الغاز سنويا من روسيا إلى الصين عبر منغوليا. ويعتبر هذا المشروع ردا على اتفاقية أوكوس الدفاعية الجديدة بين بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا. عاد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو إلى كييف ليواجه اتهامات بالخيانة، واتهم بوروشينكو حرس الحدود بانتزاع جواز سفره عند وصوله على متن طائرة قادمة من وارسو. على الرغم من احتمال اعتقاله عند دخوله البلاد، الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو يصل إلى كييف. بوروشينكو الذي يواجه تهم فساد تتعلق ببيع فحم للمتمردين المدعومين من روسيا، اتهم الحكومة الأوكرانية بإعطاء أوامر غير قانونية للتعامل معه عند وصوله للمطار، إذ تم مصادرة جواز سفره لحظة هبوط طائراته في مطار كييف.
هذا هو مدى اهتمام الحكومة بنا، هذا هو مدى خوفهم منا، لدرجة أنهم أعطوا أوامر غير قانونية لموظفي إنفاذ القانون لممارسة الضغط على المعارضة، ما أدى إلى تشويه سمعة بلدنا وسط تهديدات متزايدة من روسيا بغزو أراضينا. بوروشينكو ورغم اتهامه بارتكاب الخيانة العظمى برر عودته للبلاد بأنه يسعى لتوحيد الصف الأوكراني لمواجهة التهديدات الخارجية لا سيما من روسيا، متهما الحكومة بأنها تحارب أقطاب المعارضة وبأنها لفقت التهم له. بدلا من حماية البلاد والتصدي للمعتدين، فقد بذلوا كل جهدهم في محاربة المعارضة والعدالة الانتقالية وهدم حكم القانون والملاحقة القضائية والضغط على المشرعين والمعارضة. الحكومة الأوكرانية من جانبها قالت إن ممثلي الادعاء العام والسلطة القضائية مستقلون، متهمة بوروشينكو بأنه يعتبر نفسه فوق القانون. وتتزامن عودة بوروشينكو إلى كييف وسط أجواء متوترة وتهديدات روسية بعملية عسكرية، ولذلك دعا مسؤولون أوروبيون إلى الوحدة السياسية في أوكرانيا. انتهى برنامج من لندن. لمزيد من الأخبار تابعونا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @الغد تي في.